اي بي جيمنج وفيديو جديد. فيديو النهارده يا شباب جايين نلعب في ماب خطيره جدا، وزي ما انتم شايفين يا شباب الماب دي، انا المفروض دلوقتي ان انا في طياره بس ما اعرفش بضرب على مين صراحه. استنوا كده تعالوا نختار. هنا المفروض اللي احنا هنا معانا صواريخ وهنا قنابل. انا لسه صراحه جديد في الماب دي فمش فاهمها خالص يا شباب، وانا الاول في الماب مع ان انا يعني جايب صفر، مع اني لسه ما فزتش بس ظاهر لي ان انا الاول لحد دلوقتي، مش فاهم بصراحة. المفروض نوقع عليهم، نرمي عليهم صواريخ. طب ايه ده يا ليه الطيارة طيب ماشية كده؟ طب تعالوا كده، ايوه طب نهدف كده. ايوه صح، فهمت، بدأت افهم يا شباب. لازم نحدد السهم عليه. تمام، استنى بس الطيارة تلف في الناحية التانية. وايه هما دلوقتي في البيت اهو، يلا نهدف هنا. المفروض هنا بيقول لي دوس على واحد، بيقول لي دوس على واحد او اتنين. عاش قوي، اديله هو ده الكلام. ايوه اضرب اهو، هينكسر يا شباب دلوقتي البيت ليهم يا ولد. هو ده الكلام، موت اول واحد. هوب هوب هوب، ما بقاش غير واحد يا شباب، اغمى عليه قنابل. الصاروخ اقوى يا شباب، الصاروخ اقوى. اوه هو ده الكلام، يا نهار ابيض. يلا بسرعه 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 يا شباب، بسرعه يا شباب، يلا عايزين. اوب اوب اوب، يلا ادي صواريخ ادي صواريخ يا ولد يا بلال يا لعيب. هو ده الكلام يا بلال، هو ده الكلام، وموتنا كله يا شباب. المفروض بقى اللي احنا دلوقتي خدنا بوينت زياده، ما اعرفش تقريبا احنا خدنا بوينت ولا ايه. لا ما خدناش بوينت، مش عارف ليه. المفروض يا شباب يدونا نقطه يعني. طب ليه؟ طيب ناس كتير يا شباب قالت لي نرقص، ادوس على ايه؟ انا نفسي ارقص بجد واعمل كده بعديها دانس. مفيش فايده يا شباب برضك، يعني انا عايز ارقص وايه، مفيش فايده. المفروض هي دي يا شباب، بدوس هنا والمفروض الرقصات دي يا شباب انا عايز افتحها. يا ريت يا شباب تقولوا لي في الكومنتات ازاي افتحها، وانا طبعا بقرا كل الكومنتات واسف طبعا على التاخير. يعني لا مش بقدم لكم فيديوهات كل يوم زي ما وعدتكم، لكن للاسف عشان انا مشغول جامد جامد جامد، وان شاء الله الفترة الجاية تلاقوا فيديوهات حلوة كتير. يلا بينا، يلا بينا، احنا اللي في الطيارة. يلا يا شباب ادي اهو اهو اهو، اوب 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 اوب. لا يا بلا ركز بقى ركز، مش اي حاجة مش اي حاجة. يلا بينا يلا بينا، فين اللي هموته؟ اوب 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 اوب. لا لازم ندوس واحد، لازم نحدد يا شباب كده وندوس واحد برضك. بصوا كده ما موتناش اي حد خالص. اوب ايوه، دي المفروض قنبله يا شباب بس مش بتاثر، الصواريخ هي اللي بتاثر اكتر. ايوه يا رب يكون حد بقى. ايوه اصبت حد، موت واحد. الله عليا الله عليا، ادي واحد مستخبي هنا يا شباب، بس انا مش شايف حاجه من الطياره دي. الطياره رخمه جدا، الطياره رخمه جدا، اللي سايقها مش مخليني عارف اعمل اي حاجه. اوب اضرب اضرب يا ولد يا بلال، مات. السلام عليكم، ادي في حد هنا مستخبي هنا. ادي يا ولد، ديم يا شباب، ايه ده اللي انا عملته ده؟ اوب 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 يا ولد يا ولد. اوب احلى صواريخ لعيونك يا حبيبي. تعالى ادي في واحد هنا يا عم بقى، لو على الطيارة رخمة يا شباب. اوب 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 اوب، مش واخد باله مش واخد باله، يا رميت عليه صواريخ كده من بعيد. اوب اوب يا ولد، هو ده الكلام. ادي في واحد هنا يا شباب مستخبي في البيت ده، مستخبي في البيت ده يا ولد. عليك يا بلال، يا سلام ولع الدنيا. ايوه ادي واد النوت هناك اهو، اديله اكيد مات اكيد. يا لهو استخبى تحت ابن اللذين. ادي اهو اهو، تعالى 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 يا ابن اللذين، اهو اهو يا عمي بقى، الحق بقى. شوف استخبى فين يا شباب، بحاول. موتوش، ممكن تعالى بقى هناك اهو خالص. اوبا موته يا شباب. المفروض بقى اللي ناخد بوينت، معرفش ليه يا شباب مش باخد بوينت، يعني المفروض ان انا كده كسبت ولا المفروض اعمل ايه الصراحه؟ يعني الماب دي انا قلت اكيد الماب حلوه، يعني مش عارف المفروض بقى ان انا اخد بوينت يعني ابقى طول الماب كده. ما اظنش اللي هتبقى يعني، معرفش الماب دي كلها هتبقى كده ولا ايه الدنيا، مش عارف بصراحه. بس يا ريت بقى ما تنساش تحط لايك للمتين الجميل اللذيذ، وتحط لايك للقناه، لايك للقناه، لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه. عايزين بقى نوصل ل 5000 في اقرب وقت. يا شباب فين الطياره؟ المفروض دلوقتي احنا اللي هيترمي علينا يا شباب. الطياره هتنزل بعد 6 ثواني، 5 4 3 2
واحد. اوه مش ممكن يا شباب، الهليكوبتر هي فين؟ بس احنا نستخبى هنا، بس يا شباب انا استخبى هنا، ولو في اي خطر اطلع اجري. لا يعني بيبقى الهليكوبتر ليها مدة زمنية معينة يا شباب. لازم بسرعة يا شباب استخبى منها. دي حاجة بتجي ورايا، خلي بالك يا بلال. خلي بالك يا بلال، اجي بسرعة. اوبا، بدأ يكسر في البيت. ركز يا بلال ركز، بقيلها 21 ثانية، مينفعش اظهر له. لا هو عليا، بسرعة يا بلال، خلي بالك خلي بالك خلي بالك. ايوه لازم اتحمى في البيت يا شباب. ايه ده، مين اللي جدي؟ لازم يا شباب اتحمى في الواد، هيخسر يا شباب، الواد النوت هيخسر. لازم اتحمى في الباب، اي مكان يا شباب، ولازم اتحمى في المكان، يعني اي مكان، عشان ايه ده، ايه ده، هو دول بيموتوني؟ والله ما اعرف يا شباب ازاي. طب تعالوا نشوف كده اصحابنا ازاي يا شباب. المفروض دول، انا الله والله مش عارف مين دول يا شباب، ناس كده اول ما هو بيجي بيضرب كده، ما اعرفش بيظهر ناس غريبة، ولا الناس دي اصلا بتكون موجودة هي اللي بتخسرك. انا اتفاجئت بصراحة. عاش يا شباب، هنكسبه هنكسبه. باقي 22 ثانية، ادي 20 ثانية، و احنا يعتبر اللي هنكسب. هو ما عرفش موتنا كلنا، او انا اصلا ما متش بالطيارة، انا مت من الناس تحت، انا ما خدتش بالي خالص، افتكرت ان دول صحابنا. عاش. 7 6 5 4 3 2 1. اللي ركب الهليكوبتر مش عارف يعمل اي حاجة خالص يا شباب، وكل واحد فينا. ايه ده، ايه ده، ازاي ما خدتش نقطة؟ عشان اموت. يا نهار ابيض يا شباب، لازم بعد كده خلي بالي. لا لا بجد لازم بعد كده خلي بالي يا شباب، لان كده ما ينفعش. انا كده ما خدتش نقطة، المفروض انا كنت اخد نقطة، والله حرام، ما ينفعش. ماشي بقى عادي. الطيارة دي يا شباب خطيرة جدا، بس المفروض يا شباب لما اجي اموت، لما اجي انا اكون راكب الهليكوبتر. مش احنا اللي راكبين؟ طب ماشي يلا بلاي. حلو اوي القلعة دي يا شباب، قلعة خطيرة، احنا هنستخبى فيها ومحدش هيقدر يجيبنا. جاهزين؟ جاهزين. كبيرة اوي، حلوة اوي. اوب ايوه احنا حلو اوي والله العظيم المكان ده يا شباب. احلى قلعة دي ولا ايه؟ احنا المفروض بقى ايه، نستخبى. عايز بقى اخد نقطة بقى، عايز انا اكون الاول يا شباب. اوبا، ايه ده، هي فين الطيارة، فين الهليكوبتر؟ اوبا، خلي بالنا، لازم نخلي بالنا، عشان دلوقتي هيقعد يحدف علينا الصواريخ لمدة يعني 115 ثانية. لازم نخلي بالنا، انا خايف والله يرميها جوه. نستخبى جنب صاحبي ولا بلاش؟ بلاش بلاش يا صاحبي، اعمل ايه؟ ايه ده؟ مين اللي يا شباب، مين اللي ضربني يا شباب؟ انا بجد مش فاهم، مش فاهم في ايه بصراحة، انا فعلا مش فاهم مين اللي ضربني، انا مستغرب بأمانة. يعني مين يا شباب طيب اللي ضربني؟ انا مش عارف بصراحة، تقريبا ده صاروخ اتحدف عليا من الهليكوبتر تقريبا، يعني مش اكيد. شت، مش ينفع كده يا شباب. ادي شوفوا الواد قاعد بيغيظه. حدف عليه، موته. يا نهار ابيض، ليه انت بتغيظه اصلا؟ قاعد بيغيظه وبينط وبيقول انا اهو، راح حدف عليه صاروخين. انا شباب لما بكون في الطيارة بولع الدنيا، انتوا شفتوا اول جيمين لما كنت في الطيارة، بصوا يعني ظبطت كل، يعني قعدت احدف عليهم صواريخ لحد اوب 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 احدف هنا احدف هنا، قعدت احدف عليهم صواريخ لحد اما كلهم خلاص. خلاص بقى 15 ثانية وكلهم هياخدوا نقطة ما عدا انا. يا نهار ابيض، عشان انا مت والله، انا تقريبا ما متش من ال من ال من الطيارة برضك يا شباب، حاجة غريبة مش عارف يعني. كسبوا يا ولاد اللذينة.
ماشي 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 ماشي. هما برضك انا لحد دلوقتي صفر، انا زعلان صراحة صراحة، انا زعلان، انا زعلان بس عادي ماشي. ايه اللي جاي احلى ان شاء الله؟ الهليكوبتر الطيارة دي الشباب خرافية جدا، ينفع نعوم؟ اوبا اوه يا الشباب خطير جدا العوم ده، اوعى 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 الكلام. لازم بقى نخلي بالنا بقى يا شباب، المكان ده حلو، المكان ده لعبتي. اوب يلا ناخد دي، يلا ناخد دي، يلا ناخد دي، ما ينفعش بقى نموت. يلا نركز، المفروض اللي ده اه يا شباب المفروض اللي ده بيموتني، لو لمس ده موت. فهمت، انا ما المسش اي حد وخلاص يا شباب عشان ما يحصلش اي مشكلة، مش لازم المس اي حد يعني. اوه لازم استخبى، انا كده بهزر من بدايتها كده. ايوه استخبى كده، ايوه نبص عليه. اوه ايوه بسرعه بسرعه، اوعى اوعى احذف اوعى احذف، هو حد فينا فلازم نقف هنا نركز كده. ايوه لازم نقف قدام حيطه يا شباب كبيره، انا ماليش دعوه، عايز اخد نقطه بقى الصراحه، انا ماليش دعوه. ايه في حد مات يا شباب من عندنا تقريبا لسه؟ اوبو او 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 ايه جبريل، إيه جبريل عشان حاسس ان هو يحذف صواريخ صراحه. شوف يا شباب في ناس صحابي فوق. اوه ايوه الهليكوبتر، يا نهار ابيض هموت هموت يا شباب، انا لو حدف عليا صاروخ. الحمد لله يا شباب الحمد لله ما حدفش على اي حد. طب تعالوا ندخل هنا، تعال نطلع كده مع الشباب بسرعة. والله حاسس انه يحدف عليا يا شباب، بس كده امان بس. اوه يا نهار ابيض، الحمد لله يا شباب هيخسر هيخسر هيخسر. اوه مش عارف يلعب يا شباب، مش عارف يلعب خالص. اوه كسبنا يا شباب اخيرا، ايه ده انا والله كسبت. ايوه يا شباب الحمد لله اخيرا كسبت وخدت نقطة، انا وكل اصحابي خدنا نقطة. واحد بيقول اهلا نقول له اهلا اهلا. اعلى واحد اسمه هم 2517، مين ده يا شباب؟ ماشي يلا بينا الشباب مكان تاني، مكان جديد. اوبا ايه المكان ده؟ اه ده بتاع القلعة برضك يا شباب، حلو جدا. واضح اللي ده شباب من متابعين قناة اي بي جيمنج تقريبا، بيقول لي هلا بيك، معرفش بقى هو دخل يقول لي هلا بيك فانا حاسس انه عارفني تقريبا، مش عارف اما نشوف. انا قاعد بكلمه الحمد لله دايما، اقول له استنى تعالوا كده نشوفه، نقول له انت عارفني؟ يا نهار ابيض يا شباب بسرعه يا شباب، لازم نستخبى لازم نستخبى، لان كده ايه عايز اشوف بس الطياره فين. هي الطياره فين؟ اوه اللي بيجوا دول، خلي بالك يا بلال. اوه استخبى بلال استخبى استخبى. اوه يا نهار ابيض، يا لو حدف عليا صاروخ. اوبو اوه انا مفيش غيره ولا ايه؟ فين فين صحابي يا شباب؟ مش لاقيهم خالص. ايوه انا عايز اجمع كده، ايوه بص بص الحاجات الغدارة دي يا شباب، غدارين على فكرة غدارين جدا. اوبا احذر يا بلال احذر يا بلال، عايزين ناخد نقط اكتر يا بلال، وعايزين احنا نقط. اوه لسه بيدمر حالا، لسه حالا حادف صاروخ. الحمد لله اني لحقت بسرعة قبل ادخل هنا. ادي اصحابي هم قاعد بدور عليهم والله. اوه يا نهار ابيض،
اجري بسرعة اجري بسرعة، ده حدف كمان صاروخ هنا، نروح له فين ده ابن اللذينة؟ اوبو تقريبا الشباب اللي هو بيوقعها فيه اللي هي القنبلة تقريبا، هي دي الشباب اللي بتنزل الناس اللي شكلها غريب دي وبتقعد تضربنا تقريبا، هي دي مهمتها. عاش انا كده في امان يا شباب، وانا طالع اوه وبنزل ابليل بسرعة، انزل ابليل يا نهار ابيض يا شباب، كنت هموت دلوقتي والله العظيم، بس فزنا. ايه ده بس بعد ايه؟ بعد ايه مت بعد ايه يا حبيبي؟ خلاص احنا انا خدت النقطة وبقى معايا نقطتين، وعاش جدا يا شباب، هو ده الكلام. ما تنساناش بقى باللايك الجميل، وتحط ستامة سبسكرايب للقناة، وشكرا طبعا على التفاعل الرائع ده اللي على القناة، وان شاء الله احاول ان اقدم لكم فيديوهات اكتر واكتر، ويلا نلعب اخر دور وبعديها نختم الفيديو. وفي الملاهي ايوه كده اخر دور، واضح انه ممتع جدا ويعني تسلى بيه قوي يا شباب. يلا بينا، احنا لازم تقريبا نستخبى بس ده صعب قوي يا شباب. ده اللي بيقعد يمشي دول، واضح ان ده هيبقى من اصعب الادوار بصراحه، لان المكان مكشوف مكشوف جدا يعني، فلازم نخلي بالنا. لو الواد ده محترف هيصعب الامور علينا يا شباب، لو الواد ده محترف في الدنيا تبقى صعبة. الواد اللي هو في الطيارة لو بيعرف يضرب وينشن فخلاص كده، بس لازم احنا نتوهه برضك. اوبا اوبا، لازم نخلي بالنا لازم نخلي بالنا، هو لحد دلوقتي الواد مش عايز يضرب اي حاجة خالص، ودي حاجة حلوة طبعا. اوبا اوبا اوبا، يا نهار ابيض، انا لو قاعد بيضرب في صاحبي. ايوه انا خلينا نوقف كده بس في الامان، وخلينا نفضل ماشي ورا الطيارة بس. شوفوا هو قاعد بيضرب فين على الملاهي، يا قاعد بينزل الناس الشباب على مين على مين؟ انت شوف ماشي، عايز بس اشوف هو لو حدف صاروخ ولا حاجة. اوه الحمد لله حدف الصاروخ في مكان غلط خالص. اوب 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 اوب، يا نهار ابيض، حدفه برضه في مكان غلط خالص. اوه يا نهار ابيض يا شباب، يا نهار ابيض، قاعد بيضرب في كله وبينزل الناس بس على اوبا، يا نهار ابيض يا شباب. اوه خلي بالك يا بلال، خلي بالك يا بلال. اوه عاش يا بلال يا لعيب، ايوه كده تلاتة معايا، 3 نقط، الله ينور، هو الكلام. بس كده ننهي فيديو النهارده على كده، واتمنى يكون عجبكم فيديو النهارده. ما تنساش تحط لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه، وتفعل زر الجرس عشان يظهر لك كل فيديوهات الجيمنج الجايه الجديده. وبس كده، اي بي جيمنج، سلام.